يلا مساء الخير لكم جميعا. يا مو
وامو هي امو الحباب تلمو حباب تلمو عليك راسي العديان تمو وسيادي المعارف ولاد بن علي فيكم الشريف سيادي التهمة دارت معنا لعنا وحشا دعوتكم ما تخيبش سيادي رقراقا العام الاول عام التاني معفاش علي ورا العام الاول العام الثاني ما فاش علي وعلى بنات بياضه بنات الشبر كسع لوثر على بنات بياضه بنات الشبر كسع لوثر وعلى بياضه جات في العلول دازت عطبو واخويا ركبني على كدا المولاي الحسن خويا ركبني على طريق الرباط كل هضبط أباه يا أباه مولاي عبد الله الولي راح نجينا مشينا مع طريق الواد ورا الواد مربيع والطريق هذا تعواجه لالا ممنوع الطفل جاز ويزو لحقنا لازمور قال لالا لحقنا لازمور هبل ليا الجمهور دس بالحديد مخطوف ورا الوالي راك تشوف راح حساب لي من الزايرين واباه 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 يا اباه مولاي عبد الله الولي راح نجينا نزور لا لحقنا الجديده وبنت ليا الكويده يهمها الكفريده حيت الغربه فايته فيا مالكي مجليه في الخلي انا مالكي مجليه في الخلي دايرين بيك بحور وشكون هما الضمان لازم تعاودي ليا وقالت ليا يا شريف يا ولد سيدي زحمان لا تبقى شي فقعان راني عندي ثلاثه ضمان والتاني والثالث هو سيدي محمد ملك المملكة المغربية عاش الملك لا لا ولا لا 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 عاد عاد يا أبا مولاي عبد الله الولي راح نسير بالغرب سوي يا حد يا القدام شلا برقي قحط
عليك دريس البوعزاوي. ربي يخليك لاله مريم، وهذا واحد الباروك بسيط في حق هذا البرنامج اللي كيستاهل اكثر. دريس البوعزاوي، واش كتوجد شي اعمال جديده ولا بقيتي فقط مقتصر على العيوط القدام اللي كانوا كتعاود فيهم؟ لا، درت اعمال جديده، درت اغاني جديده، منهم اغنيه ديال مشاعمر الى حيط بنيت انا الاساس، اغنيه ستيل شعبي اللي هو ما فيش الكمانجه. درت اغاني وطنيه، درتهم، ورا مازال كنجتهد، ورا كاين مواضيع جديده غتغنى، غير كنشوفوا الوقت المناسب نقدروا نحطوها في الاسواق والجمهور. نعم، هادشي اللي كاين ان شاء الله. كنتمنوا لك كل التوفيق. ربي يخليك.